بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثاني من الكتاب الثلاثين، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود. قلنا بالأمس أن السرقة حد جعله الشارع لحماية المال، الذي هو مقصد من مقاصد الشريعة، حفظ المال، كما أن الشارع جعل القصاص والديات حد للحفاظ على النفس والدماء، كما أنه جعل حد القذف وحد الزنا للحفاظ على الأعراض والأنساب، كما أنه جعل حد الخمر للحفاظ على العقل الذي هو مناط التشريف والتكليف، وجعل حد الردة للحفاظ على الدين، وجعل حد الحرابة لكل من قطع على المسلمين طريقهم وأخافهم فيه، أو قطع الطريق وأخذ المال، أو قطع الطريق وأخذ المال وقتل، فيسمى حد الحرابة، لأن طلب الأمن والأمان في بلاد المسلمين مقصد من مقاصد الشرع، لأنه لا يعبد الله خالصا لله في العبادة الخائف، لابد أن يأمن على نفسه حتى يعبد ربه عبادة صحيحة. فأيضا نضيف إلى مقاصد الشرع هو الأمان والأمن، الأمان والأمن، فلابد أن يزال كل شيء مخوف من حياة المسلمين حتى يأمنوا على أرزاقهم، ويأمنوا على دينهم، ويأمنوا على أموالهم، ويأمنوا على أعراضهم. فأي شيء يزيل هذا الأمن وجب على الحاكم إزالته، فإن كان من أفراد أقام عليهم حد الحرابة، وإن كان من حيوانات لابد أنه يعمل سور أو يتصرف يمنعه من هجوم الحيوانات على المسلمين المفترسة إن كانوا في الضواحي أو في غير ذلك. فتحقيق الأمن مقصد من مقاصد الشريعة. أيضا احنا قلنا بالأمس مقاصد الشريعة خمسة، نزود عليهم السادس وهو تحقيق الأمن، وأهميته أن الله حد له حدا وهو الحرابة، حد الحرابة لأنهم أزالوا الأمن من حياة المسلمين. يشترط ليقام حد السرقة ثلاث شروط مهمة، حتى يقام حد السرقة على السارق لابد أن تتوفر ثلاث شروط: أن يكون أخذ المال من حرز مثله، فالحرز يشترط، أخذ المال من حرز مثله أي من المكان المخصص لحفظ مثل هذا المال، فإن أخذ الحيوانات مثلا من المكان المعد لمبيتهم يبقى ايه ده الحرز المناسب لايه للحيوان كالزرائب وغير ذلك. واذا اخذ القمح من المخازن، فمخزن القمح وهو الاجران تسمى حرز للقمح، واذا اخذ الذهب من الخزانة او المال
من الأدراج أو الدواليب أو الجيوب، جيوب الناس أو محافظهم، فقد أخذه من حرز مثله، فلا بد من اشتراط الحرز. إلا عند الظاهرية لم يشترطوا الحرز، عند أبي داود الظاهري لم يشترط الحرز، يعني عنده أخذ المال بأي طريقة محرمة يستوجب القطع ولو في الغصب أو النهب أو السرقة. عند مين؟ عند الظاهري. يشترط أيضا شرط ثاني، ألا يكون له حق في المال أو شبهة حق، ألا يكون له حق في المال أو شبهة حق. يعني افرض انك انت اخذت مالي وسرقته مني ثم وضعته في مكتبك، فانا دخلت الى مكتبك وجدت مالي وانا اعرفه بعلامته، فلي ان اخذه، فان اخذته وهو من حرزه فهو مالي فلا تقطع يدي، لا اسمى سارقا بل عاد الحق لصاحبي. فهمت؟ فلا بد ان يكون ليست له شبهه ملك في ماله. فهم؟ كمن سرق اباه، فالابن اذا سرق اباه لا يقطع. لماذا؟ لانه له شبهه ملك في مال ابيه، واضح؟ لكن يعذر. ليس معناه انه لا يقطع معناه انه فعل فعلا جائزا، لا، فعل فعلا حراما لكنه لا يقطع. لماذا؟ لأنه له شبهة في ملكيته لجزء من مال أبيه. فهمت؟ وكذلك لو سرقت المرأة من مال زوجها لا تقطع لأنها لها شبهة في حقها في النفقة. وكذلك الزوج من مال زوجته، يبقى لابد أن تنتفي الشبهة في ملكية المال. واضح؟ ده شرط مهم. وفي شرط ثالث، أن يطالب المسروق بماله. مطالبة المسروق لماله، فإن لم يطالب المسروق بماله أو تنازل عن ماله لا يقطع يده. افرض جاء سارق وسرق مني مالي فقبض عليه واعترف، فجئت انا للقاضي قلت انا مسامحه لا اطالبه بمالي، انا سامحته. فهمت ازاي؟ فلا تقطع يده. واضح؟ يبقى علشان يتم القطع لابد من ايه؟ ثلاثة شروط. في الايه؟ في المال نفسه. ثلاث شروط في المال نفسه. ان يكون في حرز مثله، وأن لا يكون هناك شبهة في ملكه، وأن يطالب المسروق بحقه. ثم لابد أن تثبت السرقة عليه إما بإقرار أو بشهادة شهود، إقرار أو شهادة شهود أو تلبس. تلبس يعني إيه؟ يعني وجدوه، دخلوا عليه وجدوه يسرق، فهم؟ متلبس بالجريمة يعني. ثم نأتي بعد ذلك تنفيذ الحكم، تقطع اليد اليمنى إذا ثبت ذلك فيه واعترف وحكم القاضي بالقطع تقطع اليد اليمنى، فإن سرق مرة أخرى قطعت الرجل اليسرى، فإن سرق مرة ثالثة قطعت اليد اليسرى، فإن سرق مرة رابعة قطعت الرجل اليمنى، فإن سرق بعد ذلك عذر كلما سرق. صار يسرق بفمه يعذر كلما سرق ولا يقتل أبدا. واضح؟ ثم بعد ذلك من أين تقطع اليد؟ خلاف بين العلماء. الذي عليه الجمهور تقطع من الرسغ، من الرسغ. الذي عليه الجمهور
تقطع من الرسغ، وهذا هو عليه الجمهور وهذا هو الراجح. ووردت بعض آراء الفقهاء أنها تقطع من المرفق، ورأي آخر غريب تقطع من المنكب، لأن هذا كله يسمى يد في لغة العرب. فاليد في لغة العرب تطلق على الذراع من المنكب إلى أطراف الأصابع، كل ده يسمى يد، من المنكب إلى أطراف الأصابع يسمى يد. وربنا يقول فاقطعوا أيديهما. فبعض العلماء حملها على الحكم الغالب احتياطا فقال من المنكب، وبعض العلماء حملها على التوسط احتياطا فقال من المرفق. ولما نظرنا إلى السنة وفعل النبي في القطع فقد قطع من الرسغ، يبقى السنة حددت موضع القطع وهو الذي عليه الجمهور، والرسغ هو المفصل الذي بين الكف وبين الذراع. واضح؟ باب قطع السارق الشريف وغيره. احنا نقول ايه سيادة القانون؟ القانون لا ينفذ على الفقير والضعيف ولا ينفذ على الشريف، لا ينفذ على الكل، فهم؟ استميه الوقتي بالمصطلح المعاصر سيادة القانون، اللي احنا اصلا مش عارفين ننفذها بسبب المحسوبية والمعارف والوسائط، لكن جاء الشرع بانه الناس سواسية امام الشرع الشريف. كويس؟ فلا يوجد شريف ولا يوجد وضيع، الكل سواء امام القانون وامام الحد. باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود. الله سبحانه وتعالى يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يعني كأنه حثنا على الشفاعة. كويس؟ فمتى تكون الشفاعة حسنة؟ ويقول أن من يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فمتى تكون الشفاعة حسنة ومتى تكون الشفاعة سيئة؟ تكون الشفاعة حسنة إذا كانت الجريمة لم تصل إلى القاضي بعد. كويس؟ إن لم تصل الجريمة إلى القاضي بعد فلك أن تشفع مطلقا. يعني إنسان سرق منه ماله وعلم السارق فأراد أن يذهب إلى البوليس ليخبره، فقابله جاره قال سامحه، ده راجل مسكين ليس لا يملك مالا وعنده أولاد لا داعي، سامحه في ماله، في ماله. هذه شفاعة حسنة لأن لم تصل بعد إلى القاضي. فإذا وصلت للقاضي تصير شفاعة سيئة إن كانت في حد من حدود الله. طب افرض الجريمة ليست جريمة حد، يجوز الشفاعة حتى لو وصلت للقاضي لو لم تكن جريمة من جرائم الحدود. يعني واحد عاكس بنت الجيران، شاب عاكس بنت الجيران، فالراجل غار على ابنته او على اخته فذهب الى البوليس فاخبره، جاء البوليس الاداب خد الولد، ممكن تروح تشفع حتى لو وصلت ايه للحكومة. ليه؟ لان معاكسة البنات ليست حدا من حدود الله، عقوبتها تعزيرية وليست عقوبتها ايه زنا، فهم؟ عقوبة تعزيرية، فلك ان تشفع ان كانت العقوبة تعزيرية وليست حدية، بشرط ألا يشتهر بالفساد. المشفوع فيه بقى ألا يكون مشتهرا بالفساد، لكن واحد مشتهر بالفساد كل يوم بيعمل جريمة يبقى لا تشفع له مطلقا. ليه؟ لأنك لو شفعت له وسمحوه عاد إلى الجريمة مرة أخرى، فهم؟ يبقى لا تجوز الشفاعة إلا لمن لم يشتهر بالفساد. واضح؟ يسموهم أهل المروءة، أهل المروءات. يعني واحد من أهل المروءات لم يشتهر عنه فساد، وجدته واقعا في أزمة وفي جريمة وأخذوه الحكام، وهذه الجريمة ليست جريمة حدية، لك أن تشفع فيه وتقول ما علمنا فيه إلا أنه رجل صالح وهذه سقطة
واتركوه وكلام منه، جائز هذا. فهمت بقى المسألة؟ بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث الخامس بعد 504,000، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. وبني مخزوم دول قبيلة مشهورة عريقة في قريش، يعتبروا أعمام النبي، يعني أقارب النبي. فهمت إزاي؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ قدموا قريشا ولا تقدموها. أي كده صلى الله عليه وسلم. يعني لما تلاقي واحد قرشي نسبه قريشي وغير القرشيين يقدم في الإمام. شفت إزاي؟ النبي قايل كده مراعاة لنسبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فقال قدموا قريشا ولا تقدموها صلى الله عليه وسلم. وعشان كده الامام الوحيد اللي في المذاهب الاربعه القرشيين الشافعي، يبقى بناء على هذا الحديث بيقول لكم تشفعوا على طول كده. مش بنقولها تعصب، والله ده حديث كده، قدموا قريشا ولا تقدموا. والامام الشافعي مطلبي يعني يجتمع نسبه مع النبي في عبد مناف. فهمت؟ عبد مناف ليه ابن اسمه هاشم وليه اسم ابن اسمه المطلب، ابن تاني اسمه المطلب، يعني اخو هاشم اسمه المطلب ابن عبد مناف، وهاشم ابن عبد مناف. النبي جاء من سلالة هاشم والشافعي جاء من سلالة المطلب. ابوه جده الكبير صحابي السائب ابن يزيد، الصحابي السائب ابن يزيد ابن عبيد الله ابن المطلب ابن عبد مناف. فهمت ازاي؟ فادي ماذا ايه نسب الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. فدي طبعا امراه من قريش من قبيله مخزوم، في بينها وبين النبي عمومه، وقريش متقدمه في الجاهليه والاسلام على سائر العرب حتى قبل الاسلام. كانت قريش هي التي ايه مكانها في مكه، وهي المسؤوله عن الكعبه، وهي ليها منزلتها امام العرب. كويس؟ فجت واحدة بقى من أشراف العرب تسرق، مشكلة، والنبي هيروح يقطع إيدها، دي أزمة كبيرة بقى. فهمت إزاي؟ أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وكانت اسمها فاطمة. كانت اسمها إيه؟ فاطمة. عشان كده النبي قال لو سرقت فاطمة بنت محمد، لتناسب الاسمين بس، لكن حاشا فاطمة بنت محمد إنها تسرق أصلا، حاشاها. فهمت؟ لكن ده امر مستبعد تماما، لكن النبي اراد ان يقطع الامل. فهمت ازاي؟ اهمهم شان المراه المخزوميه التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يكترئ عليه الا اسامه، حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش يجرى يعمل الحكايه دي الا اسامه. النبي مربيه على حجره وكان يدلعه ويشيله ويحضنه هو سيدنا الحسن والحسين، وبيحب النبي والنبي بيحبه. هو ده بقى بسبب الادلال بينهما اللي ممكن ايه يتجرأ شويه ويكلم النبي. احنا نخاف لان النبي كان له هيبه. كويس؟ فقالوا ما حدش يقدر يعمل حاجه زي الا اسامه. اسامه ده دلوعه النبي، بيدلعه ويشيله ويحبه، وكان يمسك سيدنا اسامه وسيدنا الحسن يضمهم يقول اللهم اني احبهما فاحب من احبهم. كويس؟ وكان يحب سيدنا اسامه حب شديد، سيدنا رسول الله. ابن مربيته اللي هي مين؟ ام ايمن كمان، ومتربي في بيت النبي وعلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا الحسن والحسين. شفت ازاي؟ بس هو كان اكبر منهم سنا شويه. ومن يجترئ عليه الا اسامه، يجترئ عليه يعني يجترئ على هذا الموضوع، مش يجترئ على النبي، يعني يجترئ على فتح مثل هذا الموضوع. يبقى الضمير هنا يعود على ايه؟ على الشفاعه في شان المرء، وليس الجرأة تكون على النبي، لأن هذه قبيحة. فلابد أن تفهم أن يجترئ عليه هنا أي يجترئ على الشفاعة في هذا الموضوع، على مثل هذا الموضوع. فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب رسول الله يعني حبيب رسول الله.
او محبوب رسول الله، حب يعني محبوب، كويس. فكلمه اسامه، راحوا لاسامه قالوا له قول للنبي، شوف سيدنا اسامه كان اخلاقه لطيفه، جميل، محبوب، ودود للناس كده، ما كانش شديد كده. سيدنا علي شديد، يخافوا منه على طول. سيدنا علي ما يروحوش لسيدنا علي، سيدنا علي مو حبيب النبي رغم، الا يروح لعلي كان يديهم على طول، فهم؟ كانوا يخافوا منه. لكن اسامه كان ودود، يعني طيب كده، عنده ايه؟ يشبه سيدنا عثمان كده في اخلاقه، يعني عنده ايه حلم واناه ويحب يكلم الناس والناس ايه تألف. سيدنا علي كان كده برضه، لكنه كان قوي في الحق، فما كانش ايه يحبه يخشه ويعتز برأيه، خدش رأي غيره. عشان كده لما خياره في الخلافة بين عثمان وعلي، عبد الرحمن بن عوف قال علي لو خدها مش هياخد رأينا، لو خد الخلافة ادوها لعثمان، هو ده لو خدها هياخد رأينا، هيبقى لينا يعني رأي في المسألة، لكن علي ده لو خدها هيستبد بها. لماذا؟ لاعتزازه برأيه. والنبي كان يقول على سيدنا علي كده أقضاكم علي. فهمت بقى المسألة؟ فيعني شخصيات الصحابة كانت متفاوتة، وكلهم أهل كمال يعني. فالمهم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ دخل فيه بقى سيدنا رسول الله، شخط فيه. فهمت بقى؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله، وده يمين معظم يعني، وايم الله كأنه يقول والله العظيم، فهم؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حشاها طبعا، لكن النبي ليه جاب سيرة فاطمة؟ عشان اسمها فاطمة، المخزومية كانت اسمها فاطمة، فتشابه الأسماء جعل إيه؟ إن اسم فاطمة متداول. فهمت إزاي في القضية؟ فلما اسم فاطمة تدوّل في القضية، فجاب سيرة إيه فاطمة بنت ابنته، فهمت بقى؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، وفي رواية لقطع محمد يدها. وفي حديث ابن رمح: إنما هلك الذين من قبلكم. وعن أبي قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه، يعني على هذا الموضوع، ما تفتكرهاش عليه يعني تعود على النبي. قل من نبه على هذا الضمير، قل من نبه من الشراح على هذا الضمير، خد بالك. ومن يجترئ عليه، اي على فتح مثل هذا الموضوع، ولكن لا يجترئ احد على النبي، لان من يجترئ على النبي يكفر. فهمت ازاي؟ كفر انه يتجرا على النبي. ازاي؟ النبي مامورين اننا نوقره، فهمت ازاي؟ ونعزره، نعزره يعني ننصره، ونوقره يعني نعظمه، فهمت؟ فقال: ومن يجترئ عليه الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبضوا عليها المرأة المخزومية، أتي بها يعني قبضوا عليها إلى النبي. إيه؟ مسألة قضائية بقى، حكم قضائي. فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا، يبقى الغضب يؤثر على إيه؟ على الوجه، يعني يحمر الوجه. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ما أقصدش. لما لقى النبي غضب خاف سيدنا أسامة، بس يكون غضب النبي عليه، مش غضب النبي في الموضوع، هو خايف يكون غضب النبي عليه، لأنه غضب النبي غضب لله، خد بالك، فاهم؟ الجهة واحدة، قصده ده رسول الله، فاهم؟ الجهة واحدة، مش جهتين، مش النبي جهة وربنا جهة، لا ده هي جهة واحدة،
اللي يرضى عنه نبي ربنا يرضى عنه، اللي يغضب عليه النبي ربنا يغضب عليه، وهكذا. عشان كده اول ما لقى سيدنا اسامه رسول الله استغفر لي يا رسول الله حرمت مش هعمل كده، دي ماليش دعوه. فهمت؟ يبقى ليه حق يخاف، ليه حق يخاف ساعتها. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له اسامه استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فاثنى على الله بما هو اهله، ثم قال يبدو انها الى العشي يعني صلاه العصر يعني. فجاب صلاه العصر راح جمع الناس في الصلاه واداهم الخطبه. ثم قال اما بعد فانما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، واني والذي نفسي بيده لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم امر بتلك المراه التي سرقت فقطعت يدها. قال يونس قال ابن شهاب قال عروه قالت عائشه فحسنت توبتها. بعد كده تابت وبقت تزور ستنا عائشه وهي ده مقطوع، حسنت توبتها بعده. وتزوجت وكانت تاتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت امراه مخزوميه. عارف لولا المراه المخزوميه دي لكنا الايه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا لقلنا تقطع من المنكر، فانقذت كل الامه من سوء فهم الايه. تصور يعني ربنا سبحانه وتعالى هنموت عشان بان من اين نقطع، واقطعوا ايديهما زي ما قلت لك اليد تطلق في الشرع ويراد ايه عليها من اطراف الاصابع لحد المنكر كل دي اسمها اليد في لغه العرب. اما ربنا يقول اقطعوا ايديهما ولو ما كانتش المراه دي قطعها النبي وتفضل الايه كده ملهاش مثيل في التنفيذ، كان ممكن يجي لك فقهاء المسلمين يقول لك احتياطا نقطع من المنكر زي ما ذهب الى ذلك بعض الفقهاء. خدت بالك؟ قالوا تقطع من المنكر، لكن لا. وبعض الفقهاء قالوا تقطع من ايه؟ من المرفق. لا برضه، لكن ايه المرأة المخزومية وفعل النبي فيها خصص الآية. واخد بالك ازاي؟ خصصها، قال لك خص الكف من اليد. فهمت ازاي؟ خصص الكف من اليد، ويبقى يجوز تخصيص القرآن بفعل النبي. فهمت ازاي؟ وفعل النبي جزء من سنتي، لان السنه اقوال وافعال وتقريرات. فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كانت امراه مخزوميه تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها. خد بالك، لو واحد استعار شيء فصارت يده عليه يد أمانة، واضح؟ ثم جئت تطلب منه ما استعاره منك فجحده، هل تقطع يده إذا جحد الأمانة؟ الجمهور على عدم القطع، لأن احنا قلنا يشترط في القطع إيه؟ حرز مثليه ويأخذه خلصة، مش كده برضو؟ وألا تكون له شبهة فيه في ماله، وأن يطلب المسروق من حقه بهذه الشروط كلها عشان يتم القطع، وأن يتم الاعتراف أو البينة أو التلبس، كل دي شروط لازم نعرفها. لكن الحديث هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك إنك بتستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي أن تقطع يدك. الله، يبقى تقطع اليد أهو إذا أنكر الأمانة. فهمت ازاي؟ ذهب الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه الى انه تقطع اليد اذا انكر الامانه، وبلغت ايه؟ بلغت النصاب. فهمت؟ ذهب الامام احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه الى قطع اليد عند جحود الامانه اذا بلغت النصاب، وتمسكوا بهذه الروايه. فهمت؟ والجمهور على غير ذلك، ولكن الجمهور قال ان هذه الروايه تبين انها بدات اولا تجحد الامانه
ثم سرقت، فقطع النبي يدها لما سرقت ولم يقطع لجحودها للأمن. فهمتوا بقى ازاي؟ يبقى الفقهاء فهموها عشان يفهموا بقية الروايات كلها. قالوا ان هي بدأت اولا تجحد الأمانة، تستعير شيء وتجحده، ثم لما اعتادت ذلك طالت يدها بعد ذلك على الأشياء فأخصرت تأخذها من خلسة، والنبي قطعها لما سرقت ولم يقطعها لما جحدت الأمانة. واضح؟ بنرد على مين؟ على الحنابلة وعلى إسحاق بن راهويه. فهمت بقى المسألة؟ قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم تقطع يده، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وعن أبي قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت. شوف، سرقت مش جحدت الأمانة، سرقت. يبقى كان فيها جحد الأمانة وفيها السرقة، والنبي لم يقطعها إلا لما سرق. فهمت بقى المسألة؟ دي نقطة مهمة عشان ما تاخدش الأحكام من رواية دون رواية، وإلا نقع في الأزمة. فهمت؟ أن امرأة، لأنه لا يطلق على جحد الأمانة سرقة في لغة العرب. فهمت بقى؟ لا يطلق، يعني ليست سرقة مرادفة لجحدها الأمانة، ليست مرادفة. السرقة لها معنى وجحود الأمانة له معنى آخر منفصل. فهمت بقى ازاي؟ وبالتالي هنا قطعها لما سرقت، والرواية بتقول كانت تجحد الأمانة فقطعها، أي كانت تجحد الأمانة أولا فسرقت فقطعها. شفت بقى ازاي؟ الروايات ايه؟ ترتب المعاني. وعشان كده الفقيه الذي يأخذ الحكم من رواية واحدة يقع في الخطأ. فهمت؟ أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعاذت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. الله، يبقى ايه؟ قرايبها راحوا لأسامة وهي راحت لأم سلمة. فهمت؟ يبقى شفع فيها مين؟ اتنين، أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأسامة بن زيد. والاثنين النبي رد عليهم وخطب خطبة كبيرة بعد كده علشان ايه؟ يقطع الأمل في أن الشريف للنسب أو بالمنصب أن يتوقف القانون تجاهه، بل القانون على رقاب الجميع. فهمت؟ والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف على باب حد الزنا غدا إن شاء الله، وهو باب طويل نحاول نخلصه في قعدة واحدة، وبكرة أجازة نقعد كده مرة واحدة لحد ما نرجم الزاني ونجلد البكر. فهمت بقى ازاي؟ إن شاء الله غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.